تتواصلوا مع البرج العادي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العادي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الحمل الناري حتى الساعة 4:28 من فجر الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الثور الترابي ويظل فيه حتى الساعة 12:32 من ظهيرة الأربعاء، ثم ينتقل القمر إلى برج الجوزاء الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة 5:03 من مساء الجمعة، ليدخل برج السرطان المائي ويبقى فيه حتى الساعة 6:21 من مساء الأحد. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى فجر الاثنين في برج الحمل الناري، من فجر الاثنين وحتى ظهيرة الأربعاء في برج الثور الترابي، من ظهيرة الأربعاء وحتى مساء الجمعة في برج الجوزاء الهوائي، من مساء الجمعة وحتى مساء الأحد في برج السرطان المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة. يجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الاثنين من الساعة 2:48 فجرا وحتى الساعة 4:28 فجرا. يوم الثلاثاء من الساعة 1:26 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 12:32 من ظهر الأربعاء. يوم الجمعة من الساعة 3:48 مساء وحتى الساعة 5:03 مساء. يوم الأحد من الساعة 5:17 مساء وحتى الساعة 6:21 مساء. التواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي وأرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة ما هي للمشاركة في البرنامج. وننتقل لأول مكالمة. ألو. عليكم. عليكم السلام. ممكن مريم من بغداد. أهلا وسهلا مريم، إيش قد من مواليد؟ قبل فترة اتصلت بك 2010 1993. إيش قد؟ 2:10 1993. أوكي. ساعة مريم؟ أوكي. ساعة من 6:00 للـ9:00. شنو سؤالك؟ عن الارتباط، اتصلت قبل فترة بس انقطع الاتصال وما فهمت يعني. ها أوكي. 12 1993. ما تعرفين ساعة بالضبط إيش قد مريم؟ لأن من 6 للـ9 هواية. من هي من 7 لـ8. من 7 لـ8 أوكي. إيه الصبح، بس يعني أنا قدمت وأخرت قلت يعني خلاص. لا دقيقة بس نشوف. زين من 6 للـ9 مريم. العفو. من 6 للـ9 يعني لو كان مو بالـ7 للـ8 يعني حتى لو كان من 6 للـ9 مثل ما انت قلتي ما عندك اي مشكله في موضوع الزواج بشكل خاص. انت ارقام الحظريه 4 5 6 7 2 و6 و7. زين وشنو يعني كل رقم؟ يعني شخصيه سوداء من عصبيه وعنيده؟ يعني رقم 2 يخليها انسانه حساسه رومانسيه ذاكرتها قويه مرتبطه بجو البيت والاهل اكثر شيء الوالده متعلقة بأمها تكون هواية هذا التاريخ. ومن النوع الأربعة دقيقة 5 6 7 ست يخليها إنسانة عاطفية تقدر الناحيتين الفنية الجمالية بنفس الوقت عنيدة. ورقم 7 يخليها إنسانة مزاجية متقلبة بمشاعرها وعواطفها، عندها حاسة سادسة جدا قوية تنجذب نحو الأمور الروحية الفلسفية الدينية الأمور الغامضة هذه بشكل عام.
من النوع اللي تجذبها أو تشد انتباهها أو تحب تتعلمها وتعرف شنو الأسرار مالتها إلى آخره. العصبية عندها يعني عصبية يعني نعم. إن شاء الله هالسنة يعني أكو ارتباط. يعني الارتباط هذه الفترة بشكل خاص لا عندها فترة إيجابية تكون بس دقيقة مو هسة لحظة واحدة. الفترة الإيجابية مواليد برج الميزان قريبة هي مو بعيدة بس لحظة. أحسن فترة إلها عندها فترة من 21/4 لحد 15/5 هاي الفترة المثالية إلها من ناحية العاطفة يعني من ناحية الخاصة يعني لو كالكل يعني لا هاي هاي من كبرج يعني للميزان من الخارطة إذا 7.5 فتبدي هي وياها مثل ما قلتش من 21/4 لحد 3/7 يعني عندها فترة تقريبا 3 أشهر شهرين كلش أوكي إن شاء الله. يعني مواصفة الشركة يعني ما أكون موجود يعني شيء أكون بينه لا ما عندها مثلا قصدك إنه تزوج واحد غني وهاي الأشياء اللي أذكرها مرات لا ما عندها بيت السابع فارغ ما بيفت كوكب مثلا يدل على هذا الشيء بشكل عام. يعني شنو التأخير سببه يعني ما عندها مشكلة والله ابدا ما عندها مشكله والصحه شويه هم تعبانه هاي الفتره انا اشوفها يعني من حكم من ما عندها شيء بعدها من ناحيه صحيه بشكل عام طبيعي هذه بس احكي لك من ناحيه شو اسمه الخارطه مالتها سبب تاخير عندها يعني مو هو مو سبب يعني للتاخير للزواج بس هاي الحالات اللي مر عليها اول شيء هي مرتبطه باهلها هوايه بامها ثاني شيء عندها هي صغيره هي من ناحية العاطفة مو من النوع العاطفية هذه الإنسان رغم أنه هي من مواليد برج الميزان مواليد برج الميزان مثلا اللي يكون عنده الزهرة في برج الميزان ساعة الولادة هذا الإنسان يشعر بالضياع لما يكون وحيد يعني يحب أن واحد يحب أو يعني يحب يعيش حالة الحب وأيضا واحد يحبه يهتم به هي عندها الزهرة ساعة الولادة في برج العذراء فهذا معناه أنه هي من النوع اللي يعني ما تنظر للموضوع العاطفي من ناحية القلب لا من النوع العقلانية تكون أكثر في اختيارها للشريك أو يعني للطرف الثاني وبنفس الوقت من النوع اللي تنتقد أحياناً فهذا قد يخلي الشريك يطفر من عندها يعني هذا الموضوع صح نعم بس كتأخير أهم شيء تأخير ما عندها الحمد لله والشكر شكرا استاذ خلاص لا تدللين اهلا وسهلا ناخذ اتصال هاتفي اخر الو الو نعم تفضلي مرحبا مرحبا اهلا وسهلا لو سمحت اني اخويا مواليد 27/10/72 عنده مشاكل بالزواج ساعة الولادة ساعة الولادة ولد الساعة 5:15 عصر بالعراق بغداد نعم. بغداد اي بغداد اوكي 27/10/1972 5:15 نعم مساء اوكي من ناحيه نعم. الزواج اذا 5:15 مثل ما تفضلتي ما عنده اي مشكله اي اوكي زين ليش يعني هو يخطب ويعني تسأخ وبعدين يعني يذكر عنده مشاكل يعني اقول لا يعني ما عنده شيء بال ها كله اذا لو سمحت بس اسمحي لي اذا جاي بالأربعة وربع مو 5:15 لا 5:15 حتى 5:15 وكان رمضان ووقت الفطور 5:15 5:30 اوكي اذا مثل ما تفضلتي ما عنده مشكله بس اذا قبلها اي انا ذاك مثل ما انت تفضلتي انه يكون عنده مثلا خطوبه يعني يفسخ يعني عنده ارتباط مثلا هالسنه او السنه القادمه ما عنده مشكله من ناحيه انا اشوف من الخارطه مالته هذه السنه نعم. مو هسه من 3/12 وصاعدا هذيك الفتره تكون اوكي الى كلش ايجابيه ان شاء الله يعني من نهايه السنه و2020 نعم. كلها تكون عنده فرص نعم. جدا قويه ان شاء الله نعم زين العفو ممكن اسال وارقام الحظ مالته شنو 1 2
واحد اثنين أرقام اثنين واثنين وتسعة. يعني شنو يعتبر محظوظ ولا؟ من الأرقام طبيعي، لا يعد إنسان طبيعي، ليس من النوع المحظوظ أو عكس ذلك. رقم اثنين يخليه إنسان رومانسي، ذاكرته قوية، مرتبط بأهله مثل المتصل اللي قبله. ورقم تسعة يخليه إنسان جريء. هذا هم أنا من النوع اللي نفس ال المشاهدة اللي اتصلت الأولى اللي قبلش. هذا همينه مو من النوع، يعني رغم انه هو برج العقرب اللي يكون من النوع الغيور المتملك اللي عنده الزهرة بالعقرب ساعة الولادة، هذا الإنسان يحب انه يكون الحبيب له روح وجسد متملك، يعني يخنقه خلينا مثل ما نقول. هو يعني عنده هاي الصفات من البرج، وطبعا ما يتحمل الصد العاطفي، يعني اذا واحدة قالت له لا او شيء رأسا اكس انتهى بعد. ومن يحب يحب بكل قوته، من يكره يكره كل ما عنده من كره. بس هذا من النوع لا، همينه من النوع العقلاني، نقول ياخذ الجانب المادي قبل الجانب العاطفي. فهذا همينه فد شيء يعني دليل على التاخير. طبعا لو سمحت يعني ممكن بس يعني كلش مختصر يعني تاريخ ثاني اعطيني بس اريد اعرف الحظ. 5/12/86 ساعة؟ نعم ساعة 10 إلا ربع بغداد. 9:45 بالليل أو بالنهار؟ لا لا بالليل، 10 إلا ربع بالليل. أوكي شنو سؤالك؟ الحظ 6/9/5 يعني بالنسبة للحظ أو الزواج، إذا عنده يعني فرص مع الزواج، لأن يعني يتقدم هواي أشياء يحاول وما يصير يعني. اوكي من ناحيه الحظ هذا يعد انسان محظوظ من كونه من مواليد برج القوس بشكل خاص. كارقام ما عنده مشكله. هسه نشوف الخارطه مالته، وهذه هي السنه سنه حظ له. من ناحيه الحظ بشكل عام، على اعتبار انه كوكب المشتري اللي هو اللي يتحكم بهم، هو احلى كوكب بالمجموعه الشمسيه، يتواجد ببرجهم طول السنه، فبالتالي يعطيهم فرص ان يحققون فد انجاز كان من الصعب تحقيقه بالسنوات الاخرى، اذا كان على صعيد الزواج او شيء ثاني. كخارطة ما عنده مشاكل بالتأخير، يعني ما عنده تأخير بالزواج. بس هذا الإنسان ما محظوظ من الخارطة. من الخارطة عنده نعم عنده تأثير جدا قوي من كوكب زحل، فأي شيء يريده، رغم أنه كونه من مواليد برج القوس مثل ما ذكرتش بالبداية أنه يكون مفروض محظوظ، بس هذا من النوع الإنسان اللي يتحمل مسؤولية. ونجاحها في الحياة يعتمد على عنصر المواظبة والتصميم، وليس على عنصر الحظ 100%. يعني مهم الزواج ما عنده؟ لا ما عنده مشكلة، الزواج ما عنده تأخير. لا لا هذا 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 الإنسان، رغم أنه مثلا مواليد برج القوس من النوع مواليد برج القوس مو من النوع العاطفيين جدا، يعني مثلا تلعب العاطفة في محور رئيسي أو كبير بحياتهم، هذا لا، هذا من النوع الغيور المتملك المتطرف جدا بعاطفته يعني. نعم 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 هيك شيء. نعم شكرا شكرا جزيلا. العفو، اهلا وسهلا. تسلم تسلم، الله يسلمك يا هلا. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي، وارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، وهي لاستلام مشاركاتكم في البرنامج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. وياك فرح 15/8/81 15 الساعة بالثنتين الظهر. 81 بالثنتين الظهر إن شاء الله. شنو؟ أستاذ كيف تأخير الزواج؟ لحظة واحدة. تصير لأن الخطوبة تصير تنقص، خاطر شوف شنو السبب. أوكي هسه شوف لك إياها، ثنتين الظهر ما عندها مشكلة أبدا هذه الإنسانة. إن شاء الله. إيه نعم، هذه السنة لها زينة، والسنة الجاية همينة لها زينة إن شاء الله. زين أستاذ شنو طالع مالتها؟ القوس الطالع يتأثر أكثر فيه البرج. هو البرج أكثر، بس اكو مثلا هسه اذا اقول لك القوس انتم راح تاخذون، يعني انتم شويه المشكله انه لازم تكون اول شيء صوره الخريطه عندكم. اوكي ثاني شيء اكو توزيع الكواكب ما راح تكون بنفس التوزيع اللي انتم اللي انا اشوفه، فبالتالي الا مثلا شخص يعني محترف يقول هسه مثلا هذا اللي اتصلت بالبدايه قلت له اذا فلان سنه او كذا،
او هسه مثلا من دا اقول لك هذه السنه والسنه اللي وراها عندك فرصه. ليش؟ لان هو طالع عندك القوس صح، بس ينتهي مثلا على درجه 12 من الجدي. اوكي، فانت ما راح ما محظوظ هذا الفرق، ما هذا التاريخ 9 6 ارقام 1 و6 من الارقام عادي، من الخارطه ايضا عادي طبيعي. من ناحيه صحيه، من ناحيه صحيه لازم ينتبه صحته مواليد برج الاسد بشكل عام، ينتبهون لصحتهم على طول السنه. اي شيء مو اعتيادي يجب ان عليهم ان يتوجهون للفحص والعلاج للتاكد من سلامتهم، على اعتبار انه عندهم كوكب زحل وكوكب بلوتو بالبيت السادس اللي هو برج الجدي، هذا يمثل البيت السادس المسؤول عن الصحه والعمل. الاجزاء المعرضه للاصابه اللي هي لازم ينتبهوا لها مواليد برج الاسد، منطقه الظهر، العمود الفقري، القلب، هاي المناطق اللي هي اكثر عرضه للاصابه. بس مع ذلك ان شاء الله اذا انتبهوا لصحتهم ما عندهم شيء يخوف ان شاء الله. زين، ممكن فارس يعطيك العافيه؟ اعطيني اياه. 26 12 نعم 88 الساعه 4 الفجر. 4 الفجر، شنو سؤالك؟ زين، هذا الساد محظوظ هذا البرج ولا ما محظوظ؟ ياهو منهم 26 12. هذا 26 لا، هذا بالوجه من يوم 26 بغض النظر عن البرج مالته، هذا يعني مثلا نقول عليه ما محظوظ على اعتبار انه مولود يوم 26، يجي يوم 26 يجي يوم 17 او 8 من اي شهر من اشهر السنه، يكون انسان بشكل عام غير محظوظ. نجاحه في الحياه يعتمد على المثابره والاجتهاد الشخصي وليس على عنصر الحظ. هذا بالاضافه انه جاي، بس اسمحي لي، هذا بالاضافه انه هو من مواليد برج الجدي، ف جاي بالفتره الاولى، فايضا يكون ما محظوظ من البرج. اوكي، فمن النوع يعني نقدر نقول عليه مع الاسف هذا غير محظوظ، من الخارطه طبيعي. نعم، زين استاذ، انا طولت عليك. ناحيه الدراسه المن ال 26 12، ما عنده مشكلة بشكل عام، هو واجتهاده. إذا كان دراسة يعني مدرسة من الابتدائية للثانوية أو الجامعة، بشكل عام نجاحه في المجال الدراسي يعتمد على اجتهاده الشخصي وطموحه. من ناحية المال ما في شغلات، يعني ما عندهم يدعو للقلق. هذا المفروض أموره المادية أوكي، هذا الإنسان بالذات اللي هو ست يعني مو كل 26 12، لا هذا يعني اذا على الساعه اللي معطيتني اياها مضبوطه، فهذا على طول العمر وضعه يكون اوكي. حتى زواجه بالنسبه للزواج عنده مؤشر انه قد يتزوج انسانه غنيه، او اذا يعني اذا هي بنيه تتزوج انسان غني مشهور معروف صاحب. لا، هو متزوج الحمد لله والشكر، بس يريد يتزوج مره اخرى. الله بالتوفيق ان شاء الله، خليه يتوكل على الله. شكرا، الله يعافيك يا هلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم تفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور يا هلا، تفضلي انت على الهواء. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي، وارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئه للاستلام مشاركاتكم، او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. الو. الو. الو، البرج العالي. تفضلي انت على الهواء. بس اريد ان مواليد بالتوافق بين مواليد 1939 89 89 39 9 89. اي اوكي. ايه، واريد ان 2 6 1985. روحي بمكان شويه بعيد عن هذا الصوت على مود المشاهدين. انا اتحمله مو مشكله، بس المشاهدين شويه. اي 1939 1989. اوكي، و2 6 85. اي صح، بس احنا متزوجين، بس صار بيناتنا مشاكل. عندك الساعة الك او له؟ لا ما اعرف. زين، انت 30 في الابراج. اوكي، انت مواليد 30 9. ايه. اي انت تاريخك هذا؟ اي 30 9. زين، هو
2/6. اوكي، المشاكل هاي صارت بهذا الشهر؟ اي هذا الشهر. اوكي، القبله اريد اشوف هاي السنه. اوكي، باي باي منا ل 14/2. حلو، من بدايه السنه عندكم انتم مشاكل مواليد برج الميزان لحد 14/2، وراها ان شاء الله كل شيء يرجع طبيعي. هذا سببها. يعني ماكو اي شيء؟ لا ان شاء الله ماكو، بس انت شويه هدي من قللي من عنادك شويه. هاي الفتره اللي بس تعبر 14/2 ان شاء الله كل شيء يرجع طبيعي. وعن الرزق اريد اعرف هو رزقه من ناحيه الرزق. هو اسف، هو وضع تعبان على طول السنه على اعتبار عنده زحل بالبيت الثامن، فتطلع له نفقات او مصاريف هوايه اكثر من طاقته، فبالتالي وضع المادي شويه راح يكون تعبان، يعني مو مرتاح بالناحيه الماديه. بس الشيء الحلو ان شاء الله من نهايه السنه وصاعدا من 3/12 وصاعدا 2020 وضع المادي يكون افضل، يعوض خساره اللي تعرض لها خلال هذه السنه والسنه اللي فاتت. ان شاء الله اكون جاوبتك. ناخذ إذا المشاهدين الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نكون الآن مشاهدينا مع أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجه، ونبدأ مع مواليد برج الحمل. تشعرون بثقة كبيرة بالنفس ويعمكم النشاط والتفاؤل، خذوا زمام الأمور بأيديكم ولا تترددوا في فرض وجهة نظركم، تجدون تعاونا من الآخرين. من فجر الاثنين يتركز اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم، خففوا من نفقاتكم رغم وجود فرصة مالية لدعم مركزكم المالي. من ظهيرة الأربعاء تنشطون في السفر والاتصالات واللقاءات والدراسة. من مساء الجمعة تفضلون الاهتمام بمصالحكم البيتية والعقارية، بوسعكم تعزيز الروابط العائلية. مواليد برج الثور، تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم المعهود، اخلدوا إلى الراحة وانجزوا ما باستطاعتكم من عمل ضروري دون المبالغة في جهدكم الجسماني. من فجر الاثنين تبدأون فترة أفضل تعيد إليكم حيويتكم وقدرتكم على مواجهة مشاغلكم، بوسعكم الدفع بمصالحكم. من ظهيرة الأربعاء تتاح الفرصة لمكسب مالي. من مساء الجمعة تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يخرج في نزهة قصيرة للاستجمام. مواليد برج الجوزاء، تنشطون اجتماعيا وتسعدون من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم، منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة. من فجر الاثنين انتبهوا إلى صحتكم، يتراكم العمل لديكم وتفتقدون نشاطكم المعهود. ابتداء من ظهيرة الأربعاء تبدأون فترة أفضل تتميز بالحيوية والرغبة في إنجاز الكثير من عملكم، تنجحون في خطواتكم. من مساء الجمعة تتاح الفرصة لمكسب مالي. مواليد برج السرطان، تتجه أنظاركم نحو عملكم وعلاقتكم بالمسؤولين، الفرصة متاحة لإثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم. الفترة مناسبة لمن يبحث عن عمل. من فجر الاثنين تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وترغبون في تعزيز علاقتكم بهم، كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع صديق. من ظهيرة الأربعاء يسيطر التعب عليكم، اخلدوا إلى الراحة. من مساء الجمعة أنتم أكثر نشاطا وتفاؤلا وتنجحون في خطواتكم. مواليد برج الأسد، تشعرون بقوة العاطفة في حياتكم وخبر سار في طريقه إليكم، تنشطون في السفر والاتصالات لا سيما البعيدة منها، تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز علاقتكم بهم. من فجر الاثنين حافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل واثبتوا جدارتكم للمسؤولين. من ظهيرة الأربعاء تجدون الأصدقاء يقفون في صفكم ويرغبون في دعوتكم وقضاء وقت ممتع معكم. من مساء الجمعة تجتازون فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم، اخلدوا إلى الراحة. مواليد برج العذراء، تنشغلون في ضبط ميزانيتكم، ثمة فرصة لمكسب مالي له صلة بشراكة أو تعويض، صحتكم بحاجة للرعاية. من فجر الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، ومنكم من يقوم برحلة إلى مكان بعيد، كونوا أكثر وعيا على الطرقات. من ظهيرة الأربعاء تنصب جهودكم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية، الفرصة متاحة لخطوة جديدة ترفع من شأنكم. من مساء الجمعة تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم.
مواليد برج الميزان ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، يميل أشخاص قريبون منكم إلى التعاون معكم. من فجر الاثنين تنهمكون في ضبط ميزانيتكم، تفحصوا حساباتكم المالية ذات الصلة بشراكة أو تعويض واحذروا في خطواتكم المالية. من ظهيرة الأربعاء يصلكم خبر سار من بعيد وتنشطون في السفر والاتصالات. من مساء الجمعة يتركز اهتمامكم حول الدفع بمصالحكم في مجال العمل والأجواء تكون لصالحكم. مواليد برج العقرب تنشغلون في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم وتنجحون في ذلك. نظموا جدول غذائكم وأخذوا قسطا كافيا من الراحة. من فجر الاثنين يتركز اهتمامكم حول البحث عن حل وسط يجمعكم بأحبائكم وشركائكم. من ظهيرة الأربعاء تتاح الفرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض، لا تهملوا صحتكم. من مساء الجمعة تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. مواليد برج القوس تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تشعرون خلالها بقوة الحظ في حياتكم عاطفيا وماليا. تسعدون من خبر يتعلق بأحد أبنائكم. من فجر الاثنين انتبهوا أكثر إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم، لا تدخلوا في نقاش حاد مع أحد زملائكم. من ظهيرة الأربعاء تنجحون في تعزيز شراكتكم وتظل العاطفة قوية لديكم ويتجاوب أحبائكم معكم. من مساء الجمعة تنهمكون في ضبط ميزانيتكم. مواليد برج الجدي تفضلون المكوث داخل البيت أو قريبا منه والتركيز على مصالحكم العائلية والعقارية، تسعدون من تعاون أفراد العائلة معكم. من فجر الاثنين تزداد الرغبة لديكم في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك يجمعكم بهم، لا تبالغوا في تجربة حظكم. من ظهيرة الأربعاء تجدون تعاونا من زملاء العمل وتنجحون في إنجاز الكثير من عملكم، لا تهملوا صحتكم. من مساء الجمعة تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتكم وتعززون علاقتكم بهم. مواليد برج الدلو تنجحون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات، منكم من يخرج في نزهة قصيرة للاستجمام وتعززون علاقتكم بأخ أو جار. من فجر الاثنين ينصب تفكيركم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية، كونوا أكثر صبرا أثناء التعاون مع أحد أفراد العائلة. من ظهيرة الأربعاء تجتازون فترة إيجابية تجمعكم بأحبائكم، بوسعكم تجربة حظكم. من مساء الجمعة انتبهوا أكثر إلى صحتكم، سيتراكم العمل لديكم. أخيرا وليس آخرا، مواليد برج الحوت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي من عمل إضافي، منكم من يحصل على هدية. من فجر الاثنين تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات، كونوا أكثر صبرا على الطرقات. من ظهيرة الأربعاء تسعدون من تعاون أفراد العائلة معكم وتفضلون قضاء وقت ممتع داخل البيت ومع أفراد العائلة. من مساء الجمعة تلتقون أشخاصا ترتاحون إليهم وتزداد رغبتكم في تعزيز علاقتكم بأحبائكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي وأرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم. وننتقل للمكالمات. ألو ألو ألو. نعم تفضلي. مرحبا استاذ خلاف. مرحبا، اهلا وسهلا، تحياتي لحضرتك. بس ممكن اعطيك تاريخ وميلاد ممكن نشوف لي الحظ والعمل بيها؟ تفضلي. 6/7/1985، الولاده الساعه 9 الصبح يوم سبت. زين، شنو سؤالك؟ العمل؟ بلي العمل والنصيب اذا ممكن. زين، 6/7/1985. نعم. الصبح. زين، انت من مواليد برج السرطان وطالع الاسد. زين.
بلي. النصيب هاي أختي بلي أستاذ. أوكي ما عندها أي مشكلة ناحية النصيب، ما عندها ما عندها مشكلة آسف من ناحية الزواج بلي. أبداً هذه احتمال تعيش بعيد عليكم، ما تبقى بنفس البلد، ما تبقى هنا يعني بالمنطقة اللي أنتوا بيها مثلاً. نعم. إذا أنت ببغداد احتمال تروح مثلاً، أسوأ الاحتمالات إذا ما عاشت خارج العراق احتمال تعيش مثلاً بغير محافظة بعيدة عليكم فد 400 كيلو إلى آخره هيك شيء. هذا الشيء عندها وارد موجود، واحتمال همينة واحد من أفراد العائلة بالمستقبل يكون ضمن مسؤوليتها يعني هي تعتني به. العمل بشكل خاص ما عندها شيء يساعدها ولا أكو شيء عطل عليها في الفترة الحالية. مثلاً اليوم أوكي على سبيل المثال الإيجابي، بس الفترة الأفضل إلها خلال السنة الفترة المثالية، طبعاً هي كل السنة أوكي إيجابية بس كتعيين ما تعيين إذا هيك تقصدين من 21/4 لحد 15/5 إن شاء الله. طيب ممكن سؤال آخر إذا ممكن؟ إذا شيء مختصر؟ أي أوكي بعيني. نعم إذا بلكي تشوفي مواليد 16/12/1974 ساعة؟ الساعة بالستة الصبح يوم اثنين. شنو السؤال؟ النصيب أيضا أكو شيء نصيبه بهذه السنة إله أو أكو رزق إله خلال هذه الفترة؟ هم عمل من هذه الناحية؟ 16/12/1974 ستة الصبح من ناحية العمل وضع طبيعي بشكل خاص يعني. نعم. أفضل فترة لمواليد برج القوس خلال عام 2019 من ناحية العمل بعيدة تكون دقيقة من 21/8 لحد 14/9 هاي الفترة المثالية لمواليد برج القوس من ناحية العمل اللي دا يدور على شغل أو اللي دا يشتغل يقدر مثلا عنده أوراق عنده يريد ترقية يريد مثلا مدير يكون راضي عليه بهاي الفترة تكون له إيجابية من ناحية نعم من ناحية المال وضعهم تعبان خاصة هذه السنة يعني على طولها راح يكون عندهم نفقات أكثر من اللي دا يدخل لهم بالتالي وضعهم المادي يكون تعبان إن شاء الله من 3/12 وصاعدا لا أنا ذاك تبدي عندهم سنة إيجابية في ناحية المادة بشكل خاص تعزز من مركزهم المالي فبالتالي يكون وضعهم إيجابي. الشيء الإيجابي أيضا الحلو خلال هذه السنة هي آسف هذه هي سنة تعد لهم سنة حظ فبالتالي وضعهم يعني يكون إيجابي في شتى مجالات الحياة إذا كان على صعيد العمل أو زواج أو شيء آخر بشكل عام أوكي إن شاء الله. يعني اكو نصيب ان شاء الله خلال هاي السنه. هذا ما متزوج التاريخ ابدا نهائيا؟ لا صاير نصيب قبل وتارك يعني انفصال. شنو النصيب؟ الزواج لو خطوبه شنو بس اعطيني؟ لا لا خطوبه وفصل يعني الخطوبه في صحه. اوكي هذا اذا بهذا التاخير انا اقول احتمال جاي ورا الستة الصبح بشويه. اوكي بشويه اي يعني فد ربع ساعه أنا ذاك يكون عنده كوكب زحل الليل ماكو غير تأثير يعني ماكو غير شيء بصراحة يعطل عليه الزواج. بس أنا هسه على هذا الكلام مالك متأكد 100% هو جاي بعد الستة خلينا نقول بربع ساعة هيك شيء. يعني أكو نصيب إن شاء الله إلى بالقريب ويا العمل؟ إن شاء الله ما عنده مشكلة، هاي السنة هي سنة حظ إن شاء الله بكل شيء فبالتالي إن شاء الله خير. إن شاء الله إذا كان على صعيد زواج عمل غيره تدللين. نعم شكرا فرصة سعيدة مع السلامة. أهلا وسهلا مع السلامة. مشاهدينا الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. الى هنا ناتي الى ختام حلقه هذا اليوم من البرنامج، التقيكم باذن الله يوم الاربعاء المقبل. الى ذلك الحين اسعدكم الله، تقبل تحياتي وتحيات اسره البث من تلفزيون الشرقيه. مع السلامه.